بتنظيم من كلية الطب والعلوم الطبية بجامعة الخليج العربي، انطلقت أعمال المؤتمر البحريني العربي الأول للأمراض الباطنية، الذي يهدف إلى دعم قدرات الأطباء وإطلاع المهتمين على أحدث المستجدات العلاجية ذات الصلة بهذا التخصص الحيوي الهام. لطالما نأت البيئة الصحية الواثقة بنفسها عن محيط الإخفاق عن إيجاد علاج واف وشامل لأمراض قد تهدد المجتمعات الخليجية والعربية في استهدافها الأجزاء الباطنية من الجسد. فعاليات المؤتمر البحريني العربي الأول للأمراض الباطنية اتسع لعقول نخبة من المختصين في هذا المجال من داخل البحرين وخارجها، جاءوا مجمعين على توسيع نطاق البحث العلمي والعملي وعرض أحدث المستجدات العلاجية لهذه الأمراض. نسعد أيضا بوجود نخبة من الأطباء من جميع دول الخليج العربي في هذا المؤتمر، وهذا يحقق أيضا جزء من أهداف الجامعة أنها جامعة خليجية تقوم لرعاية القضايا ومتابعة القضايى الخليجية ومن بينها القضايا الصحية المتعلقة بالأمراض الباطنية. كثير من المشاركين في هذا المؤتمر جايين من البحرين ومن وزارة الصحة وفي من دول الخليج العربية. تلاقي الأطباء في هذه المؤتمرات شيء مهم جدا لتحسين ورفع كفاءة الخدمات الطبية. خلال المؤتمر ستعقد 8 جلسات متخصصة على مدى 3 أيام تعادل 24 ساعة معتمدة. يتوقع أن يخرج المؤتمر بتوصيات هامة من شأنها أن تجد الحلول العلاجية المبتكرة لمجمل الأمراض السائدة في دول الخليج العربية. راح أتكلم في الورقة العلمية المقدمتها هو عن مشروع البحرين في هذا الجانب، شنو اللي أنجزته مملكة البحرين في مشروع الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية، واللي بدأ من قبل 8 سنوات، واللي فيه توصيات عالمية من منظمة الصحة العالمية، من اليونايتد نيشن، واللي يتكلم عن كيف ممكن أن أحد ينشئ برنامج لاستخدام الأمثل، شنو فوائد هذا الاستخدام الأمثل، شنو مضار الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية واللي أصبحت تشكل عبء ومشكلة عالمية ليس بس في البحرين ومملكة البحرين ولكن على مستوى العالم بأجمعه. راح نتكلم عن مرض اسمه أنتي فوسفوليبيد أنتي بودي سيندروم، ما له اسم معين بالعربي بس هو متلازمة وجود الأجسام المضادة الفوسفوليبيدمية. طبعا يعاني منها 5% من الناس في المجتمع. تصيب أكثر شيء النساء اللي يكونوا متعرضين لحالة تكرر إسقاط الجنين أو الإجهاض، بالإضافة إلى الكثير من الرجال والنساء تسبب لهم تجلطات في الشرايين والأوردة، قد سبب أحيانا إلى الوفاة. هو مرض نادر. الهدف اليوم من المحاضرة هو طريقة التعرف على هذا المرض والكشف المبكر، طرق التشخيص، والتركيز راح يكون على طرق العلاج. إن تنظيم هذا المؤتمر يأتي في إطار اهتمام وزارة الصحة والقطاعات الصحية الأخرى بالتعليم الطبي المستمر للعاملين بها وللتعريف الصحي على مستوى المملكة وعلى مستوى دول المنطقة، وكذلك انطلاقا من حرصها الدائم على توفير آليات لتبادل المعلومات والخبرات العلمية المحلية والإقليمية، وخاصة في مجالات منع ومكافحة العدوى. من المؤتمر البحريني والعربي الأول للأمراض الباطنية، يبحث هذا المؤتمر من خلاله أهم المواضيع المتعلقة بالأمراض الباطنية بتخصصاتها وتفرعاتها الدقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.